نرحب بالزميل العزيز محمد الديك. مساء الخير يا محمد، منور. مساء الخير عليك كابتن وعلى الساده المشاهدين. ان شاء الله كده بدايه قويه في بطوله جديده للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. ايه الجديد اللي عندك؟ خلينا كابتن نتكلم الاول ان النهارده 12 فريق رسميا يصل عدد المشاركين في بطوله السوبر الى 12 فريق بعد وصول مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا. من الحاجات الثانيه ان دي للمره السابعه تقام بطوله كاس السوبر في دوله الامارات، وكان نصيب الاسد النادي الاهلي، الاهلي ضيف دائم في دوله الامارات 7 مرات من السبعه. برضه من الحاجات الثانيه يا كابتن اللي هنتكلم فيها قبل ما اخش على الصحافه، النادي الاهلي الاكثر فرقه من الدوري في مصر مشاركه في بطوله كاس السوبر 17 مره منهم 13 مره بطل، 4 مرات لم يحالف النادي الاهلي فيهم التوفيق منهم 3 مرات ركلات الجزاء ركلات ترجيح. برضه من الحاجات الثانيه ان سيراميكا المنافس الثامن للنادي الاهلي في بطوله كاس السوبر، الاهلي لعب قبل كده 7 انديه، الزمالك، الاسماعيلي، المصري، بيراميدز، انبي، حرس الحدود، طلع الجيش. برضه من الحاجات الثانيه النادي النهارده كابتن رقم مميز للنادي الاهلي ويخض كمان شويه. النادي الاهلي النهارده بيلعب مباراته 67 في 2023. 67 67 في ناس لعبه 27 ماتش بالظبط. يلا مش مشكله، مش الحاجه الثانيه يا كابتن، يعني انت بتلعب معدل كل 5 ايام مباراه. طبعا الناس تقول لك ده 5 مباريات فاصل كبير، لا، هو يتخللها حوالي 10 رحلات سفر بين الامارات، السعوديه، المغرب، الكاميرون، تونس، السودان، تنزانيا، جنوب افريقيا. انت بتخيل انك انت بتلعب في قارتين متباينتين، مره في السعوديه والامارات، وبعد كده بتطلع على افريقيا من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. برضه من الارقام اللي الناس كلها بتتكلم النادي الاهلي، ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي حاليا الفتره الاخيره يعني. صحيح. ننتقل يا كابتن للصحافه، النهارده في اهتمام من الصحافه الاماراتيه بسبب استضافه البطوله عندها في ملعبها للمره السابعه، والصحافه المصريه كله بيتكلم النهارده على وجود النادي الاهلي واضافته القويه وشعبيته الجارفه اللي هتؤدي الى نجاح البطوله. هم حتى بيتكلموا كده ان وجود النادي الاهلي في الامارات تحديدا بيؤدي الى نجاح البطوله، والنادي الوحيد من الاربع فرق المشاركه اللي له جماهيريه. صحيح. يمكن احنا شفنا في الماتش الاولاني اللي هو بيتلعب حاليا دلوقتي بين مودرن فيوتشر وبيراميدز، الجمهور يعد على اصابع اليد. 22 واحد بالظبط، يعني احنا بنتكلم على كل واحد جايب صاحبه معاه في 11 و11. ده احنا عرفناهم بالظبط. موجودين في المدرج. من الحاجات اللي هي فعلا الصحافه الاماراتيه اكدت عليها شعبيه النادي الاهلي، وبتقول ان النادي الاهلي يسعى للتتويج باللقب السوبر رقم 14 تاريخه ان شاء الله بمشيئه الرحمن، والخامس ليه في ابو ظبي. النادي الاهلي برضه بيتكلم ان الثلاث فرق المتواجدين مع النادي الاهلي ما سبقش ليهم التتويج باللقب. والحاجات الثانيه كمان ايه، النادي الاهلي بيتكلموا على فرقه الارهاق. بيتكلموا في صحافه الامارات اليوم تحديدا بتقول النادي الاهلي جاي من بطوله قويه جدا ولعب قدام 3 ماتشات قويه، الفرق بينهم كمان كان قليل. بتكلم كان اخر الاهلي لعب يوم الاثنين مع الفلومينزي، لعب يوم الخميس مع اوراوا الياباني، ثم سافر. برضو يعني اتحاد الكره ورابطه الانديه رفض طلب النادي الاهلي بتاجيل المباراه. النادي الاهلي بيلعب مباشره مباراه، يعني فرق فاصل بينه تمرين واحده بس فقط. بص عشان نكون محقين، هو اتحاد الكره يعني ما رفضش، ولكن تعلل ان هم مرتبطين بالشركه المنظمه، وخصوصا ان الشركه المنظمه عندها ثاني يوم كمان كاس السوبر الاماراتي. خلينا منصفين، ياخدوا حقهم وكل حاجه وتمام، بس لا، النادي الاهلي انا بتكلم عن النادي الاهلي كطرف ان هو طلب تاجيل المباراه. ايوه، يعني النادي الاهلي يعني عارف ظروف الماتشات وعارف ظروف الارهاق اللي اللعيبه عنده، فهو طلب. انا بتكلم على النادي الاهلي. أيوة. الرابطه بقى ترفض لاسباب تسويقيه. أيوة. اسباب تنظيميه، دي حاجه. أيوة. تخصهم. برضو من الحاجات الثانيه يا كابتن بيتكلموا ان النادي الاهلي هيواجه منافس قوي النهارده، فريق سيراميكا اول الفرق وصولا الامارات، ليه 8 ايام موجود في الامارات. من الحاجات الثانيه برضو ان الكابتن ايمن الروادي مدرب الفريق يعرف الاجواء كويس في الامارات وليه علاقات قويه هناك في الامارات، بالاضافه الى امتلاكه عناصر مميزه داخل الفريق. ننتقل من الصحافه الاماراتيه الى الصحافه المصريه، كله يا كابتن بيتكلم النهارده على البطوله الجديده في شكلها الجديد. في ناس بتتكلم ان دي النسخه الاولى، وفي ناس بتتكلم ان دي استكمال لبطوله السوبر، وده اللي رابطه الانديه اكدت عليه. يعني احنا بنتكلم النادي الاهلي حامل لقب النسخه الاخيره وينافس على بطوله رقم 14، بس نظام جديد. بس نظام جديد مظبوط.
ده يعني عشان برضه الناس بتتكلم ان دي اول موسم او اول نسخه، لا هي دي نسخه استمراريه لبطوله السوبر اللي النادي الاهلي يحمل الرقم القياسي فيها. بيتكلموا كمان ان النادي الاهلي او تحديدا مارسيل كولر في صحيفه الاهرام بيتكلموا ان هيوزع الاعباء على اللعيبه النهارده، وممكن نشوف لعيبه جداد خوفا من الارهاق البدني في الماتش بعد المشاركه القويه في مباراه اوراوا وقبلها مباراه فلومينز. من الكلام برضو اللي مكتوب في الصحافه كابتن النهارده سيراميكا هيدخل اجواء جديده، طبعا اول مره هو يشارك في بطوله كاس السوبر، بالاضافه ان هو هيلعب بره مصر. من الحاجات برضو اللي الناس بتتكلم فيها اللي ممكن تاثر على اداء او يعني ممكن نقول الخبرات بتاعه لعيبه النادي الاهلي في هذه البطولات هيبقى ليها عامل بالظبط، هيبقى ليها عامل زياده شويه عن مقارنتها بلعيبه سيراميكا. في صحيفه الاخبار بيتكلموا ان الاهلي العالمي برضه بعد تتويجه بالبرازيل الرابعه الاهلي يبحث عن بطوله جديده، ودي من الحاجات الكويسه كابتن، فكره ان النادي الاهلي دايما بيخش كل بطوله بينسى اللي فات، بيقلب صفحه البطوله اللي قبلها وبيدخل على بروح جديده من اجل منافسه على بطوله جديده. وان شاء الله النهارده يبقى بدايه قويه ونتاهل ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله للنهائي ان شاء الله. برضه بيتكلم في الجمهوريه ان دي اول مره بيتقابل الفريقين في كاس السوبر. قبل كده لعب سيراميكا مع النادي الاهلي سبع مرات كلها دوري، بالظبط كلها دوري. الاهلي حقق خمس انتصارات وتعادلين. برضه من الحاجات الثانيه ان كولر مارسيل كولر دي المباراه الثالثه ليه مع قدام سيراميكا، كسب ماتشين وتعادل ماتش وحيد، ودي المباراه المواجهه الثالثه ليه مع كابتن ايمن الرمادي. لعمل كده مرتين قدامه، مره مع اسوان والمره الثانيه مع سيراميكا كليوباترا، والتوفيق كان من نصيب كولر في المباراتين. برضه بيتكلم يا كابتن على فكره الجمهوريه بتركز على فكره عوده بعض اللعيبه، ممكن النهارده نشوف بعض اللعيبه اللي ما شاركوش بشكل اساسي او لم يظهروا في مباراه كاس العالم للانديه. ده وضع طبيعي بالظبط، وهو يعني حتى في الميران الاخير واضح ان ممكن نشوف النهارده بعض اللعيبه في المباراه. برضه اتكلمت كابتن صحيفه المصري اليوم بان سيراميكا بيقدم مستوى كويس جدا في بطوله الدوري، محتل المركز الخامس، بلعب حوالي 14 مباراه، تسع مباريات، تسع مباريات عنده 14 نقطه، اربع انتصارات وتعادلين وثلاث هزايم. بيتكلموا برضو على فكره الارهاق. مارسيل كولر النهارده فرق تمرينه وحيده كابتن في الامارات على العكس من الكابتن. خليني بس اقطعك ثانيه واحده. اتفضل. انا قلت لك ان انا حاسس ان مين هيكسب مين. فيوتشر هيكسب بيراميدز. فيوتشر كسب 14 13 بركلات الترجيح. طيب دي حاجه كويسه، احنا هنشوف منافس جديد للنادي الاهلي. انا لسه هحط حضرتك اهو، ده منافس جديد ان شاء الله. دول ضيعوا اربعه ودول ضيعوا ثلاثه، بس ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله اللي مشكور الرحمن ان شاء الله وفوتشر يكون الطرف الثاني في مباراه يوم الخميس ان شاء الله، ومنافس جديد للنادي الاهلي ان شاء الله في النهائي ان شاء الله. بنتكلم برضه يا كابتن على فكره السيراميكا والخبرات الموجوده فيه. صحيفه المصري اليوم بتتكلم، صحيفه الوطن قصدي، بتتكلم على الكابتن ايمن الروادي عنده عناصر مميزه جدا بره. بتتكلم على محمد ابراهيم، جون ايبوكا، احمد ياسر ريان، طبعا ثلاثي هجومي يعمل حسابهم، وشفناهم في مباراه الاهلي وسيراميكا في الدوري كانوا عناصر مصدر ازعاج، بالاضافه لاحمد قندوس لاعب الاهلي المعار اللي هيغيب للاصابه، مش هنشوفه النهارده ممكن ما يبقاش متواجد. وعندهم زلاكه، لا هم فرقه كعناصر مميزين يعني. وده اللي بيتكلموا فيه، وبيتكلم ان النادي الاهلي النهارده الصحافه بتاكد ان هو هيقابل منافس عنيد. صحيح. الحاجه الثانيه برضو فكره ان الكابتن ايمن الروادي هيلعب على فكره التامين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتده. ما بيعرفش على فكره يعني فرقته من النوع اللي هي بتلعب كره مفتوحه، علشان العناصر بالظبط، عشان العناصر الكابتن اللي موجوده عنده عناصر تمتلك النزعه الهجوميه، ما بيعرفوش يدافعوا. ما هو انا أيوة. انا كلاعب مثلا عندي نزعه هجوميه، ما مش مش مش, مش هتجبرني اقف في الملعب وانا يعني احس كده، لا انا عايز حتى الرده بتاعتهم يعني بالظبط بتيجي ببطء يعني بالظبط. برضه من الحاجات اللي بيتكلم فيها كابتن النهارده بعض في الدستور بيتكلموا ان مارسيل كولر مش هيغامر في التشكيل. برضه في بعض الصحفيين زمان او الصحف بيتكلم ان مارسيل كولر هيلعب بالتشكيل اللي حصل بيه بالبرونزيه. ممكن
ممكن يقول لك علشان ضيق الوقت مظبوط مش هعرف احفظ اللعيبه طريقه الاداء بتاعتي او الخطه بتاعتي. بعض الصحفيين برضو قالوا ان مارسيل كولر هيرجع للطريقه اللي كان بيلعب بيها هنا في القاهره اللي هو بيلعب بيها في الدوري المحلي. فلسفه وفكره هيتغير بالظبط فلسفه أي. ان انا فكري طبعا كنت بلعب ابطال قارات في كاس العالم للانديه على العكس ان انا هلعب مثلا فريق من الدوري المصري احترمنا الجميع بالظبط يعني احنا محترمنا انا بتكلم على فكره اوداء بالظبط مظبوط اختلاف كمان الطريقه سيراميكا بتلعب طريقة أقرب للطريقة الدوري المصري ما عندهاش مثلا الفكر الأوروبي على الـ الاختلاف من العناصر الموجودة بيقولوا أن كولر النهاردة هيرجع لطريقة 4-3-3 ممكن دي وفقا لأرائهم يعني أراء الزملاء اللي كاتبين ممكن نشوف النهاردة بعض العناصر زي ديانج تحديدا ديانج كان بيتكلمه أنه ممكن أديله النهاردة علشان أريح علشان برضو بتتكلم أنك أنت عندك ماتش تاني يوم الخميس إن شاء الله في النهائي. من الحاجات التانية برضو وجود أنتونيو موديست هيرجع النهاردة بعد انتهاء بطولة كأس العالم. من الحاجات التانية اللي تتكلم فكرة وجود كريم الدبيس كلاعب بدل علي معلوم ممكن نشوفه النهاردة. دي كلها آراء واختيارات الزملاء الصحفيين لكن في الأول وفي الآخر الفني. رؤية الجهاز الفني هي اللي تحكم جاهزية اللعيبة الراحة والاستشفاء اللي حصل في اليوم الوحيد اللي الأهلي وصل فيه الإمارات. ان شاء الله نتمنى النهارده النادي الاهلي يقدم مباراه كويسه إن ونتمنى ان شاء الله يكون متواجد على منصات اليوم الخميس ان شاء الله يا رب ان شاء الله وبالتوفيق للنادي الاهلي يا رب. ونتمنى نشوف النهارده شعبيه النادي الاهلي في الامارات عشان الناس بتتكلم على النادي الاهلي محدش يعني لا ان شاء الله شعبيته امال ايه اللي شفناه ده شعبيته ولا كنت سمعت حضرتك بتتكلم في الانترو لو الناس بتفكر لنهضه الكره المصريه تعمل زي النادي الاهلي صحيح. وما تفكرش توقع بس. النادي الاهلي مزبوط. لو هم تفكيرهم بيتوجه بالظبط لا النادي الاهلي عارف سكته هو مش قصه توقع هي القصه كلها انك انت بتقلل من حجم انجازات النادي الاهلي. النادي الاهلي وصل لمرحله العالم كله بيتكلم عليه صحيح. لو الناس كلها بتفكر بنفس تفكير النادي الاهلي الكره المصريه هتبقى صحيح. في حته ثانيه خالص صحيح يا حبيبي. عندك اقوال اخرى ديك؟ طب شكرا لك التقي بعد الفاصل ان شاء الله شكرا جزيلا محمد ولينا لقاء اخر ان شاء الله بعد المباراه شكرا لحضرتك يا كابتن.